نشوف تفاصيل أكتر بقى عن صناعة الذهب في مدرسة بتعتبر من أهم المدارس الفنية في مصر، وهي مدرسة يعني مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، والمدرسة دي متخصصة في صناعة الذهب والمجوهرات، واللي طبعا هدفها إعداد أفضل خريجين يكونوا مؤهلين بإذن الله للعمل بسوق الذهب في مصر أو في أي مكان في العالم. تعالوا نشوف مع بعض. مدارس التكنولوجيا التطبيقية لها بروتوكول معين في قبول الطلاب. أول حاجة في البروتوكول دوت هو حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 250 درجة، كل على حسب المدارس أو نوعية المدارس اللي موجودة. تاني خطوة الطالب بيتعرض لامتحانات، عندي امتحان قدرات اللي هو بيمتحن عربي وإنجليزي ورياضة وحاسب آلي وآي كيو. الطالب لما بيجتاز المرحلة ديت بيبدأ يخش في المرحلة التانية اسمها مرحلة المقابلة الشخصية، وفي هنا بقى بنشوف سمات الطالب ومواصفاته والجزء الفني اللي عنده والحاجات والمواهب اللي موجوده، وبالذات شغل المواهب الهاند ميد، وبعد كده بيعمل كشف طبي، وبعد كده بنبدا نلتحق بالمدرسه. تمكين المرأة هي فكرة مهمة جدا جدا بالنسبة للمدرسة، وده احنا بنعتمد عليه من اول ما بنبدأ نختار الطلبة جوه المدرسة. الطلبة المتقدمين بيجوا بنين وبنات، احنا بنختار اكتر البنات، لان طبعا احنا عارفين كلنا ان الحس الفني لدى الفتيات بيبقى اعلى، وخصوصا في مجال الحلي والمجوهرات. وبالفعل عندنا نسبة الطالبات جوه المدرسة حوالي 65%، ونسبة الطلاب البنين حوالي 35%. احنا هنا بنحاول ان احنا نأهل الطالب من ناحيتين، الناحية الأكاديمية والناحية المهنية. الناحية الأكاديمية بيدرس فيها عربي انجليزي علوم، والناحية المهنية طبعا بنأهله ان احنا ان هو يبقى صانع ماهر بيختص بالحلي والمجوهرات. من ناحيه الجزء الاكاديمي والله بتختلف على حسب الطالبه، لو هي حابه اللغات بتبقى متميزه جدا في اللغات، لو هي حابه عقليتها رياضيه اكتر جزء الجانب العملي طبعا في ابداعات حدث ولا حرج. مراحل التصنيع بتبدا الاول بالفكره، الفكرة مستوحاة من الطبيعة أو مستوحاة من أي ما يكون. الطالب بيبدأ يستوحي الفكرة ويبدأ يحطها على الورق، بعد كده بيبدأ يخرج الديزاين ده، بيبدأ يخرجه له ماستر بيس. على أساس الماستر بيس ده بيبدأ التصنيع بقى، ونبدأ بعد كده عمليات حقن الشمع والتشجير، وبعد كده بيبدأ يدخل مرحلة السبك والصهر، بيتصب مكان الشمع ده معدن، وبعد كده بيدخل على قسم اسمه قسم التزجة، بيتقصر فيه الشغل ويبدأ يتشطب تماما، وبعد كده بيمر بمراحل الطلا ويتحط بقى عليه الباركود النهائي ويبدأ ينزل يتسوي. انا بحب الرسم وبحب الحاجات اللي ليها علاقه بالديزاين، فدخلت حاجه على حسب ميولي، وحسيت ان هي ناجحه والناس مهتميه بيها، وحاجه بره البلد وجوه البلد مهتمين بيها جدا. السلسله عشان اعملها صغيره تاخد وقت طويل، ولازم دقه عاليه، ولازم تبقى طالع بيرفكت، كل حاجه ما فيهاش غلطه، فخد مني مسؤوليه شويه، بس بعد كده اتعودت. الموضوع بيبقى سهل، مش موضوع وقت قوي، زي ما هو بيبقى ممتع اكتر، ان هو بنعمل حاجه من حاجات بسيطه جدا بنقدر نطلع حاجه في الاخر، فده احسن حاجه. يعني اول ديزاين بدات بيه او اول حاجه عملتها خالص ده كنشر، اما ده كواير، يعني شغل بالواير، فده كان اول ديزاين عملته. عرفت ان في مدرسه عن الحلي والمجوهرات، فبدات ان انا اعمل سيرش عليها، ولقيت ان هي المدرسه الوحيده في الشرق الاوسط. ولما دخلت هناك اتعلمت ان انا ارسم من اول ديزاين، بدات ان انا ارسم بابعاد. الافكار بتجيلي من الطبيعه، زي الديزاين ده مثلا، خدت الفكره بتاعته من ورق الشجر، وكنت داخله بيه مسابقه، انا والتيم بتاعي كنا عاملين مسابقه ونفذناه. انا طموحي في المستقبل ابقى جولي ديزاينر.